لم يكتمل حلم أبناء ريمة في الحصول على شبكة طرق حديثة، فالمتوفر منذ إعلانها محافظة لا يزيد عن ما نسبته 5%. تشير الصورة إلى أنه في معظمه أبعد ما يكون من خدمات صيانة الطرق وإصلاحها، ما جعله عرضة للتشقق جراء الانهيارات الصخرية والسيول. غير أن المنسوب الأعلى من حلم الطريق يبقى محفوفا بالمشقة والمخاطر، وما أكثر ما يجلب هذا التسلق الوعر والترنح المخيف حوادث ضحاياها كثيرون. يعني المواطن من مأساة المرض، حتى لو جاء عن أحد يعني المواطن تجي عنده مرض أو ولادة أو زوجته أو ما إلى ذلك، يعني ينظر أنه يحمل المريض على أكتافه. لا تبالغ الصورة هنا في بقاء سكان هذه المناطق رهن الاعتماد على وسائل نقل قديمة، فالشريان المتهالك مع وجوده لا يعفي من وصولهم وحاجاتهم إلى منازلهم المعلقة في الشواهق والأعالي. وضعنا من حيث الطريق وضع صعب جدا، نحمل كل ما نحتاجه على أكتافنا وعلى البغلال والحمير والدواب والجمال وما إلى ذلك الذي كان متعارف عليه في القرون الوسطى أو في القرون القديمة. بغياب واحدة من أهم الخدمات التي تربط المواطن بحضور الدولة، يفصح المواطنون هنا عن سأمهم من المطالبات وانتظارات الوعود التي كثيرا ما تبخرت وبقيت يوميات التعب والخذلان.